يقول يحدث لي في فترات أن أرى أثار المذي على ملابسي بطريقة مستمرة ثم لا أجده في أوقات، وهذا يجعلني أحاول أن أتفحص ملابسي عند كل صلاة، الأمر الذي يزعجني خاصة في الأوقات التي لا أجد فرصة لذلك، فماذا علي أن أفعل؟ وهل علي دائما أن أغسل وأتوضأ؟ هذا فيه تفصيل خروج المني. الأول أن المني طاهر، المني طاهر، إذا أصاب الثوب إنه طاهر ما يحتاج إلى غسل إلا من باب النظافة فقط. ثانيا، خروج المني إن كان خرج منك وانت نايم هذا احتلام، لابد من الاغتسال. وأما إن كان يخرج منك في اليقظة بدون شهوة وإنما يتسرب بدون شهوة فهذا لا يوجب الاغتسال، لأنه خرج بدون شهوة بدون دفق، وإنما خرج نتيجة مرض، فعليك أن تذهب إلى الطبيب للعلاج، أخذ العلاج لذلك، ولكن هذا لا يوجب عليك الاغتسال، يوجب عليك الوضوء فقط، يوجب عليك الاستنجاء والوضوء فقط. نعم.